أتساءل ما هذا الصندوق لدى ميا؟ وماذا في الداخل؟ نعم، أفضل مما كنت أعتقد. هل هذه زينة للسيارة؟ ألانا، تبدو جيدة فعلاً. هنا تأتي هذه القطعة، وبالطبع عجلات وردية وغطاء المحرك الناعم. سيارتي ستكون وردية بالكامل. انظروا إلى زينة شعري الضخمة. أنا أمزح، إنها للسيارة. وأميرتي تحتاج إلى رموش براقة وشفاة حمراء. أغمزيهم صديقتي، هذا ساحر. أوه، إنها تتباهى. يجب ألا تكون سيارتي أسوأ. بالضبط. الآن سأطلب كل شيء عبر الإنترنت. أوه، شكراً، لقد أخفتني. حسناً، هذا كل ما أحتاج. لنبدأ بالأسطوانة والطلاء الأسود. أغمسها في الطلاء ولنبدأ. سيارتي ستكون سوداء بالكامل. أوه نعم، يبدو رائع. أقراص الجماجم، هذا هو المطلوب. وهذه أعلام القراصنة، مناسبة تماماً. ممتاز، زوجان من الجماجم على غطاء المحرك، وبالطبع رقعة العين. سيارة القرصان جاهزة. أحمر الشفاه المفضل لدي. ماذا؟ مهلاً، هل زينت سيارتك؟ أنت تقلدني؟ لا، إنه تصميمي الخاص. إذن سوف أريك. وها هو الغطاء الجديد. نعم جداً، حان الوقت لتزيين السيارة من الداخل. هذا يبدو لطيف جداً. وآذان الأرنب هذه سأضعها على عجلة القيادة. يجب أن تكون لوحة القيادة ناعمة أيضاً. وبالنسبة لفرامل اليد وعلبة السرعة، لدي هذا الغطاء، دبابيس الشعر، والمكعبات الوردية. ممتاز فقط. ما رأيك سيد يونيكورن؟ سوف تجلس هنا، وسأزين هذا الحزام الجذاب أيضاً. الآن سيارتي مثالية. مضحك. ماذا؟ ميا تزين داخل السيارة؟ أها، تغار. اللعنة. أوه، تذكرت، لدي شيء في حقيبة ظهري. أعلم القراصنة للمقاعد الخلفية وللأمامية. ناري. وسأستخدم عجلة قيادة حقيقية خشبية. سفينة القراصنة الصغيرة للوحة القيادة، وبعض الجماجم على المرآة أيضاً. وها هو الراكب. كيف حالك أيها الهيكل العظمي؟ نعم نعم، قلت لها ذلك وهي ردت. لحظة، أتصل لاحقاً. مايك، من يجلس في المقعد الأمامي؟ هيكل عظمي، ساعدوني. كم أنت جبانة، أعطني كفك. كم هذا مخيف. يا له من فيديو مضحك، لقد صبوا عليها النوتيلا. فكاهي. ماذا؟ الشحن صفر. اللعنة، لم أنتهي من الفيديو حتى. أوه، لدي فكرة. سأعلق الحبل هنا، وسأعلق عليه جهازاً لوحياً. نعم، الآن هذه السينما حقيقية. هل تريد شيبس؟ أوه، أنت لا تأكل. أوه، مضحك جداً. إذن صورة أخرى من هنا ومن هنا، لنرى الآن. أوه، أبدو جميلة جداً في سيارتي. ماذا؟ ماذا يفعل مايك؟ هل لديه السينما؟ هذا مرح جداً، اللعنة. لكن لدي فكرة أفضل، عليه الذهاب إلى المتجر. وها هو تلفزيوني الجديد، سأقوم بتثبيته في صندوق سيارتي الوردية الجميلة. تعال إلى هنا أيها الجذاب، وجدت لك مكاناً ممتازاً. مثالي. أوه، أنا بحاجة إلى ترتيب أماكن حيث يمكننا الجلوس والمشاهدة. الكرات المنفوشة ملائمة للجلوس. علي الاتصال بصديقاتي. يا بنات تعالوا، أحضروا بعض الفشار. مرحباً، انظروا كم هذا ممتع. نعم، مرح جداً. ما هذا الضجيج؟ ما هذا التجمع هناك؟ هل يشاهدون الأفلام ويستمتعون؟ هذا لن يعمل. حسناً، سأريها. حان وقت التمرين. الآن سأقوم بتشغيل مدربتي وأمد حصيرة التدريب ولنبدأ.
واحد اثنان واحد اثنان واحد. أوه مرحبا يا فتيات، سررت بلقائكم، لنتمرن معا. واحد اثنان واحد اثنان. نعيد. ماذا يحدث هناك؟ ماذا يتدربون؟ حان الوقت للتوقف عن أكل البرجر. هذا الصندوق ثقيل لأن بداخله معداتي الرياضية. سأضع هذا الدامبلز في صندوق سيارتي. هكذا. وهذا الوزن أيضاً. ها يا شباب، كيف الحال؟ إذن هل نبدأ في التمرين؟ إذن دعونا نرفع الأثقال لتنمية عضلاتنا. دعونا لا نبطئ أبداً. أشعر بالتعب. لا يوجد استراحة، لا تسترخي. إلى أين تنظري؟ هيا. أعتقد أنه غمزني. مرحبا كيت، ماذا تفعلي؟ يا له من شباب ويا لها من عضلات. ربما نذهب إليهم. هيا. مرحبا يا جميلات. يا فتيات ذهبتم؟ حسنا بقيت وحدي. كم هذه ثقيلة. يبدو أن الفتيات تركن ميا. هذا ليس صحيحا. أنا لوحدي. هاي ميا، لماذا تبكين؟ هيا دعيني أتمرن معك. قومي. حسنا أنت تبلي بلاء حسنا. ما هذا؟ بماذا تفكر يا فيتا؟ هل ستزيني السيارة؟ سأصنع أنعم سيارة وأقصى لون وردي في العالم. كلها وردية؟ حتى الأبواب، سأغلق كل زاوية. جميل، الآن لدي السيارة المثالية، لا أحد لديه مثلها. حسناً، أليست رائعة؟ أحسدني، لدي هذه السيارة الرائعة. واو، إذن سأريك فكرة. أنا بالتأكيد بحاجة إلى هذه الأدوات. طلبك جاهز. أنت سريع جدا، شكرا لك. يا له من صندوق كبير. علبة طلاء سوداء. بالضبط ما هو مطلوب. الآن سأري هذه الفتاة ما تعنيه السيارة الرائعة. ثلاثة اثنين واحد. جاهز ومثالي. اللمسة الأخيرة. هذه أفضل سيارة في حياتي. عمل عظيم. ماذا لدينا بعد؟ يجب وضع هذه المسامير. دعونا نضيف الغراء وعلى القمة نضع هذه. الآن هي تبدو رائعة، مثالية. ماذا يبدو لي؟ يا لها من أخبار رائعة. أنا فقط لن أستسلم. مزينة من الخارج وأنا بحاجة لإطفاء الجمال إلى داخل السيارة. الكراسي الناعمة هي ما أحب. والآن سأضيف بعض التفاصيل. لذا سأغطي عجلة القيادة باللون الوردي المثالي. هكذا. كم هو الناعم. ويجب إضافة المزيد من النعومة. هكذا. جاهز. لدي الآن أفضل سيارة. خاصة مع هذه المكعبات. وليس بدونك يا صديقي. ساحر. وسنضيف بعض الأضواء. سأضيف شريط ليد هنا. سوف يتوهج بشكل جميل جدا. نتيجة ممتازة. أحسنت عملا. خيال أليكس لا يكفي لإلحاق الهزيمة بي. ما هذا؟ لقد جعلت كل شيء في الداخل ورديا أيضا. كيف ذلك؟ حسنا، لدي هذه السلسلة. ستكون عجلة القيادة الخاصة بي أكثر روعة. لأنها ستكون من الحديد وليس من النعومة. يبقى الانتظار حتى يجف الغراء. مثالي. والآن الجمجمة ستبدو رائعة وخطيرة. أخبرتكم. وجمجمة أكبر هنا. روعة. ماذا يوجد هناك أيضا؟ بعض الحلي. رائع. بالضبط، المزيد من التفاصيل. الآن تبدو عجلة القيادة الخاصة بي مخيفة. سيارتي هي الأفضل الآن. لم يكن عليك التجريب حتى. دعونا نرى ماذا سيأتي مع فيتا. كم هذا رائع.
ما هذا؟ أليكس ينسخ أفكاري مرة أخرى؟ هل قام بتزيين سيارة بالجماجم؟ هل أنت غيورة؟ هناك متسع للجميع في سيارتي، حتى كلبي العزيز. ولد جيد. حسناً. انظري، هذه سيارتي، وهنا سوف تنامين. يا له من كابوس! طفلي لن يكون قادراً على النوم هنا. سأطلب لها سريراً ناعماً. سريعة جداً. لقد ساعدتني كثيراً. الآن سأفعل كل شيء. سريرك سيكون أكثر راحة. هكذا. فقط انظري كم هو جميل. مثالي. دعينا نذهب للتحقق منه. حسناً، كيف؟ أتحبيه؟ استريحي هنا، أرى أنه يعجبك. يا لها من سيارة مدهشة لدي. حان الوقت لالتقاط صور سيلفي رائعة في سيارتي الرائعة. يا لها من جمال. سيعرفون كيف يتركون أغراضهم دون مراقبة. ما المثير للاهتمام هنا؟ يا لك من حارس، أعذرني. هيا تعال بسرعة. أتساءل ماذا يوجد هناك؟ لا، إنه كلب. كلب مخيف وضخم. يا له من كابوس، هيا لنركض أسرع. ما هذا الصوت؟ كلبي. ماذا يحدث هناك؟ أتمنى أنه لا شيء سيء. لا، حقيبتي. أين اختفت؟ حقيبة، ولد جيد. فيتا، يبدو أن هذا لك. حقيبتي، شكرا لك. أهلا وسهلا. أنت عليك حراسة أشيائي. آمل ألا يأتي اللصوص بعد الآن. يا لها من لعبة رائعة. من المستحيل التوقف. البطارية انتهت. ماذا سأفعل الآن؟ فكرة. أفضل لعبة على الهاتف، يمكن أن تلعب على وحدة التحكم. لدي حتى مكان مناسب لها. يبقى إضافة جهاز التلفزيون. مناسب تماماً. وها هي البلاي ستيشن. سأضع كل شيء هنا. ماذا لدينا هنا أيضاً؟ مثالي لوقت الاسترخاء. سأضعهم هنا ويمكنني اللعب. لننطلق. واو، ما هذا؟ مرحباً يا أخي. مرحباً. انضموا إلي. واو، كم هذا ممتع، يعجبني. كم أنا جميلة. ماذا يحدث هناك؟ هل يلعبون الألعاب ويستمتعون؟ من دوني؟ نعم، سأريكم كيف تستمتعون. سأضع هذا الصندوق هنا وأفتح صندوق السيارة. هذه أشياء الحفلة. مثالية. مكبر الصوت هنا والثاني قريب منه. هكذا يبدو رائع. وما هي الحفلة بدون كرة الديسكو؟ فقط مذهل. كلما زاد عدد الأضواء كان ذلك أفضل. سأعلق إكليلا من الأضواء هنا. رائع. والآن حفلتي جاهزة. مثالي. الموسيقى تشغيل. انظروا كم أنا مستمتعة. أسرع وانضموا إلي. ما هذا؟ لنذهب إلى هناك. نحن معكم. وماذا عني؟ لقد أرسل أصدقائي، دعونا نمرح معا. ذلك خطأي. أحتاج إلى تصليح الوضع. أليكس، دعنا نذهب ونستمتع معا. كم هذا لطيف، لكن لدي اقتراح آخر. حسناً، لكن احترس، أنا لا أكثر. سأريك كيف ألعب. هذا ممتع، شكراً لك. من دواعي سروري. حسناً، المنبه يرن بالفعل، حان وقت الاستيقاظ. ما هو اليوم؟ نسيت تماماً إنه عيد الهالوين. هذه أخبار جيدة، حان وقت المقالب المرعبة. الآن سنبدأ في إعداد المسحة الأولى. أحتاج إلى بالون وقطعة قماش بيضاء وقلم تحديداً أسود. انظروا، إنه شبح حقيقي. لم أكن أتوقع أن يكون واقعي هكذا. سأعلقه في غرفة ميا. رائع،
ما زالت نائمة، هذه فرصتي. ليس هناك دقيقة لأضيعها، سأترك الشبح هنا فوق أنفها. هذا ليس كل شيء، لدي قفازات مخيفة للغاية. جيد، يبقى فقط نثر الكرات على الأرض. أتخيل ماذا سيحدث إذا أخطت عليهم؟ واللمسة الأخيرة، السلايم. كيف يمتد بشكل جيد؟ لا أريد أن أخرجه من يدي، لكن هذا ضروري للمسحة. يجب أن أذهب الآن. أخيراً سأغلق الباب بملصق لجدار من الطوب. ما هذا؟ أوه أمي، لقد هاجمني الشبح، ساعدوني. لحظة، لا يبدو حقيقي. ماذا حدث ليدي؟ أوه، إنها مجرد قفازات. حسناً، فهمت من صنع هذا، إنها سوزي، سأتعامل معها. أوه، ماذا على وجهي؟ اللعنة، إنها بداية رهيبة لهذا اليوم. انتظري يا سوزي. حائط، من أين هذا الجدار؟ هذا جنون. مرحبا ميا، عيد هالوين سعيد. لقد طلبت ذلك بنفسك. حان دوري للمسحة. صدقيني سيكون الأمر مخيفا أكثر منك. سأستخدم سطحا خشبيا به فتحة في الوسط وقماش أسود. على الفتحة الموجودة في المنتصف سأضع دلوا كبيرا من الفشار. يجب إزالة القاع أيضا. ممتاز، أسكب الفشار حتى لا يكون كل شيء مرئي. تم العمل. ما رأيكم بشكل جديد؟ حقا مخيف. لخلق جو مخيف سأشغل فيلم رعب وأعتم الأنوار. الآن صمت تام، شاهدوا فقط وأنا سأختبئ تحت الطاولة. أوه، فيلم رعب عظيم، أريد أن أشاهده. وفشار، ممتاز. آه، هناك شيء خاطئ، ربما بدا لي مفاجأة. آه، شخص ما عض إصبعي، ما هذا بحق الجحيم؟ هل يوجد وحش هنا في الصندوق؟ خمنتي. علي الهرب. أنا آسفة ميا، لكنني الآن بالتأكيد لن أتوقف، لدي الكثير من المقالب. المرحلة التالية سأستخدم ذراعا اصطناعية تبدو حقيقية. الآن أخذ المثقب. ممتاز، سأعلق شيئا على الحائط. حان الوقت لتزيين المنزل للحفلة، لكن لا شيء ينجح. أرى أنك بحاجة للمساعدة، انظري ماذا لدي. سوف أفعل ذلك بنفسي. شكرا سوزي. أريد أن أعطس. لا، لقد ثقبت ذراعي، ساعدوني. سوزي ماذا بك؟ يا له من ثقب، أشعر بالإغماء. لقد صدقت، كنت أعلم أنني سأنجح. ما هذا؟ يد سوزي، إنها ليست حقيقية، لقد تم خداعي. حسناً، حان وقت الرد. أعتقد أن الرأس الأصلع مثالي لهذه المسحة. قياس مثالي، أحتاج إلى وضع دماغ السيليكون فوقه. يبدو جيد، لكن هناك شيء مفقود مثل الدم. سأخذ طلاء أحمر وأضع ضمادة بيضاء به هكذا، ثم ألفه بعناية حول رأسي. أنا سأخاف منه، يبدو مخيفا وقاسيا. سأرتدي باروكة حتى لا تشك سوزي بأي شيء في وقت مبكر. أعتقد أن هذا مناسب، لطيف جدا. اللافتة هي اللمسة الأخيرة، سأتركها على ظهري. سوف تستفز سوزي. مرحبا ميا، أجلس لمشاهدة الفيلم. ما هذا على ظهرها؟ صدقت، لم أسحب جدائل من قبل. ما هذا؟ أعتقد أنني مزقت كل شعري ميا. مفاجأة، غير متوقعة. لقد فعلتها. حلويات أم خدعة؟ أول الضيوف، خذ هذا لك. في الواقع كان يجب أن تأخذ بضع حلويات وليس كل شيء. الآن سأعلمه درساً، سوف أحضر بيض الشوكولاتة الخاص. للقيام بذلك سأخذ بيض حقيقي وأضعه على عصا خشبية وأغمسه بالشوكولاتة وأضيف الغلاف. رائع. حلويات أم خدعة؟ أنت مرة أخرى، لقد حضرت لك ضيافة جديدة، سنرى كم ستحبهم. ها
يبدو أنني أخذت كل شيء منهم. أنا أحب كندر سربرايز، أريد أن أكلها. ما هذا؟ بيضة نيئة، مقزز. أعجبتني المقالب ولا أريد أن أتوقف. أنا بحاجة لمسحة جديدة. سأستخدم اليقطين، الرمز الرئيسي لعيد الهالوين. حضرت فانوس جاك العظيم، يبقى فقط تثبيت الشموع فيه. أعتقد أنني يجب أن أضع هذا تحت سرير سوزي. من الجيد أنها ليست هنا، أحتاج إلى الإسراع قبل أن تأتي. رائع، فانوس جاك في مكانه. هذا ليس كل شيء، أحتاج إلى حذاء سوزي الرياضي والطلاء الأحمر. سأقوم بتلطيخ النعل لأترك أثار أقدام دامية على السجادة. لا يوجد شيء أفضل من هذه المسحة الكلاسيكية. جاهز، حان وقت الذهاب. اليوم كان يوما حافلا، أنا متعبة. ما هذا أيضا؟ يبدو مثل الدماء. يا أمي أنا خائفة، شخص ما يختبئ تحت السرير. بالضبط، اخرج من هنا. أنت حساسة جدا يا سوزي. كان يجب أن أعلم على الفوز أنها مسحة. توقفي عن الضحك يا ميا، خذي هذا. لم تصيبيني ها؟